كل يوم كده وزي ما احنا واخدين مش جديد يعني الموضوع قديم جدا ان فرق النادي الاهلي بتبقى دايما الله اكبر يعني متالقه بطولات انتصارات وتتويج. هنتكلم بقى هنا تحديدا عن فرق تنس الطاوله اللي حققوا فيه كمان خلال يومين فريق تنس الطاوله بالنادي الاهلي تحت 15 سنه لقب بطوله الجمهوريه للناشئين والناشئات ده لموسم 2020 و2021 وتوج ناشئ وناشئات الاهلي بلقب الجمهوريه ده بعد ما فازوا على الزمالك في المباراه النهائيه كانت بنتيجه 3-2 ومثل فريق الناشئين ومثل فريق الناشئين في البطوله كمان مؤمن هنا صلاح تحديدا ياسر وحسين وائل بينما ضمت قائمه ناشئات الاهلي كل منها نجوده طبعا هنا جوده البطله الجميله كانت معانا هنا لو فاكر يا كريم في البرنامج تقريبا اول ما البرنامج بدا وجانا وجيه ومريم حسين ده مش بس كده الحقيقه كمان فريق تنس الطاوله في النادي الاهلي تحت 21 سنه حقق لقب بطوله الجمهوريه للناشئين والناشئات لموسم 2020-2021 في نهائي منافسات البطوله تغلب شباب الاهلي على نادي سبورتنج بنتيجه 3-1 في المباراه النهائيه بعد التاهل على حساب نادي الزمالك في مباراه قبل النهائي بينما فاز فريق الانسات على جزيره الورد بنتيجه 3-1 بعد التاهل للمباراه النهائيه على حساب فريق سبورتنج بنتيجه 3-0 شارك فريق الشباب في البطوله باللاعبين يوسف عبد العزيز مروان عبد الوهاب كريم ياسر احمد البرهامي جواد كريم وضمت قائمه ناشئات النادي الاهلي كل من مريم هشام مروه هشام هنا جوده ساره ياسر وفريده عبد الناصر وعشان نعرف تفاصيل اكثر متعلقه بهذا الخبر معانا على التليفون كابتن اشرف عبد الفتاح وهو رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي كابتن اشرف صباح الفل على حضرتك اهلا بيك اهلا صباح الخير عليك طبعا بداية كلام كده بنهنيكم ألف مبروك على الإنجازات الجميلة وبرضو الحقيقة في أمور كده بتكون واضحة جدا للعيان زي ما بيقولوا يعني بشكل ملفت للنظر في تألق أهلاوي في عالم تنس الطاولة يعني نعرف من حضرتك مفردات وتفاصيل هذا التألق اللي طبعا نتج عنه فوز بالمراكز اللي احنا ذكرناها في الخبر اللي فات طبعا الله يبارك فيك بصراحة يعني فريق تنس طاولة من الفرق اللي يعني بتتعب وشغالة تقريبا 365 يوم في السنة يعني احنا ما بنريحش غير حاجات بسيطة بس والمدربين والأجهزة الجهاز الفني بتاعي بيبذل مجهود جامد جدا واللعيبة بصراحة بيبذلوا مجهود جامد عشان نوصل للمرحلة دي عشان نوصل للمرحلة ان احنا نبقى مسيطرين على تنس الطاولة في مصر جميل وطبعا يعني من الواضح كده ان ازمه كورونا والتوقفات اللي حصلت في رياضات مختلفه واضح انها ما اثرتش قوي بالسلب على مستوى اللاعبين واللاعبات الحقيقه بدليل الانتصارات اللي احنا بنتكلم عنها. هو الحمد لله طبعا يعني ازمه كورونا كان صعبه شويه علينا لان هي كان اول مره ان احنا نقف الفتره الطويله دي طبعا نص ثلاثه لغايه نص سبعه كانت فتره طويله قوي علينا انما احنا بعد ما رجعنا بذل مجهود جامد وظبطنا امورنا وظبطنا صفوفنا بحيث ان احنا نستعد لبطوله القاهره وبطوله الجمهوريه ونحقق الحمد لله النتيجه اللي احنا حققناها. الف مبروك على النتيجه الرائعه والتي تتماشى تماما مع فكره النادي الاهلي وانتصارات النادي الاهلي. صحيح ده كلام محترم طيب بس كابتن اشرف انا كنت عايز اعرف من حضرتك بس سؤال اخير احنا عندنا اسامي كبيره جدا وزي ما انا كنت بقول لكريم احنا هنا جوده كانت معانا في تقريبا اولى حلقات البرنامج وهي بطله يعني خلينا نقول صاعده وليها مستقبل ان شاء الله يكون كبير جدا لو حصل ان في مثلا عقد احتراف جالها او حاجه زي كده هل النادي مثلا ممكن ان هو يدعمها في ده ولا انتوا يبقى في راي اخر مثلا حابة اعرف النقطه دي هو النادي الاهلي ما بيقفش قدام لعيبته ودليل على كده ان احنا كابتن دينا مشرف كان عقدها ساري مع النادي وهي طبعا بنت النادي وجالها عقد احتراف في المانيا واحنا شفنا ان مستقبلها والعقد ده هيضيف لها كتير فالنادي ومجلس الاداره والكابتن رؤوف عبد القادر وافقوا ان هم ان احنا نخلي دينا مشرف تروح تلعب محترفه في المانيا فلو اي حد جاله عقد احتراف النادي ما بيتاخرش عليه يعني. صحيح وفي الاول وفي الاخر كمان بيرفع اسم الاهلي مع اسم مصر طبعا وبعدين ممكن طبعاً. يكون في العوده كمان فيها اضافه فرائع طبعاً. جدا يا رب يكتر من ابطالنا باذن الله في النادي شكرا جدا ليك كابتن اشرف شكرا لحضرتك.